السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا من جديد معكم ايهاب محمد من قناه توين وكونكر. فيديو جديد من فيديوهات كونكر لاين المميزه، والنهارده يا جماعه هنشرح ايفنتات شهر 4. انا عارف ان اتاخرت عليها بس المفروض كنت اشرحها بدري، بس بصراحه يعني المشغوليات وكل طيبين بشهر رمضان فالدنيا هي ايه قفلت معايا يعني، بس الحمد لله لما فضيت عملت الفيديو. طبعا يا جماعه الايفنتات الجميله جدا جدا جدا، بس في البدايه ما تنساش تضم الجروب وين وكونكر. لو عايز تبيع او تشتري مليان سبيس اي حاجه تقدر تنزل بوستات زي ما انت عايز، وهتلاقي كل التفاصيل موجوده في الجروب. في البدايه كده يا جماعه، اول حاجه هنبدا بجلوبال انيفرسري اللي هو ايفنت العالمي. ده ايفنت يا جماعه بينزل كل فتره، بيبقى عباره عن زي حاجه زي الابريل فولز اللي هي زي الايفنت اللي كان شغال يوم 29/3، تمام. فبصراحه ايفنت لذيذ جدا جدا جدا، حتى فيه جرمانات وهفكركم بيها عن طريق اللاك درو زي ما انتم شايفين دي، وكمان عندك اللي هو الميز. انا حبيت افرجكم بس واقول لكم عليها. تاني حاجه يا جماعه، كلان ليج ماتش من 5/4 لغايه 5/5 باذن الله تعالى. والايفنت ده يا جماعه حرب جديده، حرب كلانات جديده جدا 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 من نوعها، خلي بالكم مفيش جديد يعني، مفيش حاجه يعني، حاجة جميلة جدا والله. وجلد سيج وور من يوم 26/4 لغاية يوم 21/4، ده بقى يا جماعة حرب للجلدات، بس المرة دي بقى مختلفة تماما، بإسكيلات جديدة مختلفة. ممكن تكون إسكيلات إضافية على الإسكيلات بتاعتك، أو ممكن تكون إسكيلات أساسا غير اللي أنت بتستخدمها خالص، تمام. فحاجة جميلة جدا جدا جدا. أبريل مانثلي كارد هيبقى من يوم 12/4 لغاية 11/5. وكمان فوردن دايز ده يا جماعه اللي هي بتاع الايفنت بتاع النيرد الظهر اللي انت بترميه وتاخد جوائز، هيبدا من يوم 19/4 لغايه 2/5. طبعا ايفنت الشحن واللي تحتيه ايفنت الشحن اللي هو سينيو تريجر توكن وكريتيت ريبيت. بصراحه ايفنتات جميله جدا جدا جدا، والجوائز بتاعتها رهيبه. على فكره الايفنت اللي شغال حاليا اللي هو بتاع اللاك درو بتاع الميز ده اللي هو بتاع ابريل فولز اللي هي كتبه ابريل العالميه يعني، ايفنت حلو جدا جدا خلي بالك، والجرمانات اللي فيها خرافيه جدا. وطبعا لو انت عايزين تعرف الجرمانات، ادي الجرمانات منهم مثلا يا جماعه زي مثلا جولدن سليمبر، وكمان عندك دريم نايت، تمام. في حاجه فوق الوصف. وكمان يا جماعه في ايفنتات جديده هتنزل برده، في ايفنتين تانيين خلي بالكم، بس هنشرح حته في بتاعه جيلد سيج وور دي يا جماعه اللي هو تحت مسمى ترانسفورميشن ترانسفورم عفوا اللي هو التحول والحرب يعني، تحول والعب يعني، ترانسفورم اند وور، تمام. الايفنت ده يا جماعه حلو جدا خلي بالكم، الايفنت الجلدات بس مفيش اي تفاصيل عنه زياده. دي يا جماعه كل الايفنتات زي ما انتم شايفين اهي، وخلي بالك لسه ايفنتات ثانيه، وغير كمان ايفنت ابريل جرانسيل من يوم 5/4 لغايه 26، ده ايفنت طبعا احنا عارفينه وبينزل شهريا اللي هو ايفنت الشوب الباوند. بصراحه يا جماعه احنا مستنيين اي اخبار عن الارشيف الجديد او اي تفاصيل ثانيه باذن الله تعالى هنقولها اول باول. ما تنساش تضم ليه وين وكونكر، هتلاقي رابطها في الوصف وجروبات التليجرام عشان تعرف كل جديد في عالم كونكر اونلاين. رمضان كريم واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.